وشعارنا هو ادخل سخن وادخل سخن. خويا اخويا التوا احنا مهولين خلينا القصبة في البحر. سير دغيا ما غادي بشوية غير بلا طيح. كاين الحانوت كاين كلشي هنا الحمد لله كلشي موجود. ادخل سخن على المحيط على البحر هنا من غير خويا يكونوا قراف حنايا في الخوي ان شاء الله. وهنا راه مسطحه الدنيا ما انما كاين الحجر شويه حرش على الرجلين ضروري يكون البوط ولا شي حاجه. وهنا راك عارفين هنا راه رمل. ادخل سخن ديما ادخل سخن. دابا مصيدين عند الدار الحمراء مصداق. فين هو هذا دير النص ديال بجني باغي شتيها. ايوا تحية للمشاهدين والمشاهدات. دخلي سخنة دخلي راح فيه شوية ديال الربيع كيدور فيه الحوت وفي كيدورو فيه تفريخات ديال البوش ترى بعليا ومشى. هاي بخور درتي لها سرط لطو يلا صبح المشاهدين. واحلى القرض حلو ولكن من يخرج شوفو مشالين. انت تعال تسخن مالك اوي مش انا خوت ولا ولي عديان ولا شنو تعال تسخن احنا نمسح الكاميرا موسخة موسخة مازال تبوس مشاهد تجي توحشني كتقيا نجرب نجربو الدار الحمراء عاد نمشيو اليوم اللي هي مسجد سيدي داود. دابا جربنا لهم العمرة ديال العمرة ديال الدار الحمراء
هانتوما كتشوفوا على ماري هنا حنا مصيدين دابا هنا غنشوفوا هاد البلاصه اش غادي معنا في الدوران الله ما عرف نجربوا صافي انسان يجربوا صافي كاين شي حوت راه كاين ما كاين اش غنديروا ليه الحوت غير يخرج ماشي ما غير يخرج ولكن باقي معطل واحد 10 ايام ولا شنو ولا ما يتسرح ولا ما يتخرشش في البحر مزيان نديرو لها في الماجيك وجنيبه نديرو لها خيط باش ما تشتتش سير غندخل سخون شي واحد يدخل يسخونين هاي حفير معنا اوي انت مالك خارجة مغدى هاد موجة هاي ما تغديش فاش عيبة تعاود ديال الريان الرئيس يعاود عليا قال لي واحد النهار سط الحوض داير مزيان داير جوج صناره ودير الدوده الى شويه من غيكذب قال لي تصور كنطلع به جوج بثلاثه كيطلع به جوج حوتات بثلاثه الحوتات هو داير جوج صناره او بقيت كنفكر مع راسي كنقول انا هو داو معايا ومبقاش انا كنتصنت ليه واش تيقول وليت كنفكر في جوج صنارات وثلاثه حوتات كنقول او حتى السيد قال لي جوج صنارات هو كيطلع ثلاثه حوتات كيفاش واجه على المباشره ولكن واحد فيها وليت يطلع من الحفرة راه والبيت واحد عارفة تيخرج نصور معاه تيخرج المهم خلوه تما ونكملو قداوه في الاخر مني عرفتو طالقة عليا قلت لي يلا زيد كمل قال لي تعرف ايش درت ليه واو هي ضربت شي 60 واحد ولا 60 واحد قال هنا كيلو لارو بنص كيلو في الواحد ولكن اللي قاتلتني هنا هي ديال جوج صنارات ونطلع به جوج بثلاث كتقول هنا او سيدي خينا هذا راه وقيلا طلق بيت تحول لواحد الحويله واحد اطلق باقي ولكن واحد هاي بقى يطلع تصور كي تحول بالخمسة سم عطاني واحد شوية وعطاني واحد شوية ثانية هو انا هذا صافا نحط السطل دابا مني تفك نحط السطل اش كيدير عالكورين تي ماشي هو اللي كيجر دابا هاد الزرام عالكورين خليه تي يشبع كان في الحفرة علاش هو ما عياش وي خلوه زيش فيه على خاطرو باش زرها بلاصة خايبة عارفها انا تطلع الحوت هذي عارفها خايبة
بسم الله. زيد 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 بوش عيبه بوش عيبه الله يعطيك خوك مالك اصاحبي طالع عليك دمان اوه شين اخوك ولا اخو الحيط عاود عليا شكون انا تيدو هاي 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 اترى ما بغينيش تقعد تحوت شتين مانيش القطة يلا زيد زيد باش تبوش المشاهدين وتفهم معاهم ومورا اصحابك تبارك الله اللهم بارك وزيد في دين تف كنتي خامد علاش كنتي خامد تما تشدو مرضاش بيجي نشدو علاش كان خامد خلوك حي تا حتى زوين خلو حي ايوا حطوك هنا تبقى حي لينا هنا شوفو دوش بقى حي تا وين باقي دخلت سخنه دخلوا 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 هذا مات وقال غير بياضه مات ولكن خلو بارد هنا خمسه شويه تندو الصندوق ديال الموطور هو الشيء اللي كان الاخوان طيبي بسمينة حلوة وبنينة جيبوا السطلة بعدا ايوا الحمد لله على هاد النعمة عطانا الله راه دابا باقا مابقاش بزاف وخرج حوت مابقاش بزاف مابقاش بزاف الرياض عليكم غير شوية ديال الصبر واحد سويمينة ولا شنو هي صاحبي ورمضان كريم ان شاء الله راه هاد العام غيكون الحوت حد دابا صبات الشتا مو اخرى ناض داك الربيع شوف وبعد ما طيبش ليا الخيط بعد ما عليك دابا كنقول لكم انا وجنيبه جنيبه راه مهمه بزاف صيد واقتصاديه ما كنت ما الصير كيكون ناقص شويه للريز اللي كيصيد ديما راه ولا غيجيب لك واحد يومين في البحر ولا شنو راه كيدبر على طعيمات باش كيصيد حتى ما كاش طعم ما كاين والو طعمه هي كلشي هي مصدر ديال الحوت طعمه هي كلشي انا كنفضل الرياس يديروا من الطعم ديال اي منطقه انا كنفضل هذه المعلومه والله اعلم ثاني شوفها الرياس كل واحد كيعرف ليه دابا باش تجي للمصيد تجيب لي طعم براني انا كتجيني من ما عرفت كتجيني مستحيل خاص الطعم ديال البلاد المنطقه سير 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 شتي دابا هاد الواد هذا ديما فيه حوتات حقه زوينين ديما هاد الواد ديما فيه حوتات زوينين حد دابا هادي وقيتو هو دابا غيبدا يخرج ولكن باقي ما خيرش مزيان ثلاثة جوج ربعة حوتات هادشي اللي كاين عرفتي نهار يخرج غنافا يدوم البحر هاد العام راه غيكون زين ان شاء الله فهمني نقول لكم راه هو اللي كاين عرفتي علاش حيت ناض الربيع كثير في البحر الربيع الخضيرة وهاديك الربيعة الخضيرة هي اللي كيراها عليها هادشي اللي كاين الاخوان ندخل الكاميرا غيكسبوك لينا الضو هي نبقاو نخلو الا كانت شي مفاجاه ولا شي حاجه ما تعرفش نخلو الضو صافي الطياره ها هو مسكين كيعوم اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك خيرات ديال ربي هو خرج مسكين شتيه يا اجواء ديال البحر واخا بحر شوية ديال الغمام وباغا الحاله تصب الشتا ولكن الحمد لله
هدر ما خدناش ليا في الكاميرا، ولكن الحمد لله حنا دابا غنصوروا ونصوروا الحر. هذا المصيد شو نقول لكم، المصيد هنا واحد ولا انت يلا عقلتوا عليه. انا دابا في الدار الحمراء على مريضه، على مريضه المصيد ديال الدار الحمراء هذا. هاد المراحات هادو راه زوينين كاملين، كيكونوا فيهم حوت من اعمار بحال هنا، من اخبار بحال كدور هاد الخطيطات كيكونوا مع الحاجه وغادي وكتصيد. المهم الماء راه حمر شويه، المهم اللهم بارك راه شدينا الخير ديال الله. تحيه للمشاهدين والمشاهدات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.